السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح يكون عبارة عن مراجعة لمودام دي لينك 2750U. راح نركز على أهم النقاط ولا أهم الخصائص اللي تميز بهم هذا المودام. كما راكم تشاهدوا معايا، المودام يجو فيه زوج ليزونتان تاع الويفي تاعو ماهوش طوب، لكن حاجة مليحة. نقدروا نتحكموا في سرعة الانترنت اللي توصل للأجهزة تاعنا عن طريق الويفي، لكن هذا الخاصية ماش مديفلوبيا، بمعنى ما نقدروش نحدد السرعة لكل جهاز وحده. يعني إذا حددنا سرعة الانترنت على الويفي مثلا نحطوها 10 ميجابيت في الثانية، هذه 10 ميجابيت في الثانية راح يتحاموا عليها كامل الأجهزة اللي متصلين بالويفي، مش كيما دي مودام متطورين تقدر تحدد سرعة الويفي لكل جهاز وحده. مثلا واحد تعطيله 2 ميجا، واحد تعطيله 4 ميجا، واحد تعطيله 5 ميجا. لكن هذا الخاصية في مودام دي لينك 2750U ماهيش متطورة كما قلت لكم. على العموم، الجهاز الرئيسي اللي يتصل بالمودام عن طريق كابل الإيثرنت ما راحش يتأثر، وسرعة الانترنت تكون مليحة فيه إذا حددنا سرعة للويفي. المودام فيه خاصية الجاس نتورك أو شبكة الضيف، بمعنى مين يكون عندنا ضيف في الدار ويستخدم الويفي راح نخصصوا له ويفي خاص به، بمعنى ما تكونش عنده صلاحيات باش يخرب في المودام. استعملت هذه الخاصيه وما لقيتش فرق بينها وبين الويفي العادي. نفس الصلاحيات اللي كاينين في الويفي العادي كاينين في شبكه الضيف، كي شغل هذه الخاصيه حاطينها شباح وخلاص باش يبان المودام قوي. كذلك المودام فيه خاصيه شابه وهي حجب 20 موقع من الظهور، وحتى هذه الخاصيه ماهيش مطوره، تحجب غير المواقع اللي محمية بنظام HTTP، وهذا النظام قديم وقليل المواقع اللي تخدم بهذا النظام. خاصية واحدة أخرى شابة بزاف وعجبتني وهي دعم المودام للفلاش ديسك. نقدر نحطو ملفات في الفلاش ديسك ونشاركوها عن طريق الويفي، مثلا نحطو فيلم في الفلاش ديسك نركبوه في المودام ونقدروا نشاهدو الفيلم تاعنا عن طريق الويفي، وكذلك نقدروا ننقلوا الملفات من الفلاش ديسك للهاتف. مثلا اذا ما كانش عندنا حاسوب في الدار وعندنا فلاش ديسك فيه مثلا ملفات نحتاجوهم، نقدروا نركبوا الفلاش ديسك في المودام وندوا الملفات من الفلاش ديسك ونحطوهم في الهاتف تاعنا، لكن سرعه النقل راح تكون بطيئه شويه. اذا كانت الملفات صغيره هذا ماشي مشكل، نقدروا نقلوا الملفات تاعنا براحه، لكن اذا كانت الملفات الحجم تاعها كبير مثلا 1 جيجا ولا 2 جيجا راح يستغرق منا وقت بزاف. مثلا 1 جيجا تستغرق منا حوالي 10 دقائق باش نقلوها من الفلاش ديسك للهاتف تاعنا. ديزل بلاس ام. هنا نكون وصلنا للنهايه تاع الفيديو تاع نهار اليوم. اذا عجبكم واستفدتوا منه ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب اسفل الفيديو وتشجيعنا في التعليقات. كذلك اذا عندكم استفسار او سؤال ما عليكم غير تكتبوه في التعليقات، ولا تتواصلوا معي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام، ادخلوا لها وتواصلوا معي وراح نرد عليكم في اقرب وقت ممكن، وراح نشارككم بالمعلومات اللي نقدر نشاركها معكم. اذا اول مره تشوفوا المحتوى تاع القناه وعجبكم واستفدتوا منه، ما تنسوا تشتركوا معنا في القناه عن طريق الضغط على ابوني او سبسكرايب او اشتراك باش كل ما نخدم فيديو جديد راح يوصلكم. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديد. سلام. بنظام HTTPS.